سكركر، مرحبا بكم أطفال في الحلقة رقم 33 من ركن السيارة البيضاء في مكانها المناسب. إذا ننطلق، الفرامل أصبحت اللعبة شبه مكشوفة، أصبحنا محترفين في اللعبة، اجتزنا كل المراحل معا، والآن سوف نجتاز المرحلة 33. الفرامل ناقل سرعة إلى الخلف ببطء 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 إلى الأمام هكذا. الفرامل أي 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 إلى الأمام إلى الأمام أيضا، ثم إلى الخلف إلى الخلف إلى الخلف. دقيقة صمت، المسار صعب قليلا. نسرع ووصلنا بسرعة الضوء، نجتاز المرحلة الموالية معا. تابعوا معنا، سوف نستطيع اجتياز المرحلة 34. إذا على بركة الله، هذه هي السيارة مرايا. أين سوف نذهب؟ مرايا الحمراء وزجاج أسود، عجلات سوداء باللون السيارة باللون الأبيض. إذا نذهب من هنا ببطء شديد، ثم ناقل سرعة إلى الأمام. الفرامل الفرامل هكذا إلى الأمام قليلا. الفرامل إلى الأمام. أي 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 أي. سوف نعيد اللعبة مجددا، تابعوا معنا، سوف نصل سوف نصل، يجب أن نتبع. هنا هكذا. أي 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 أي. سوف نعيد مجددا. الفرامل شاهدوا 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 شاهدوا. هكذا كيدنا نلمس الحاجز. يا إلهي، هذه اللعبة أصبحت أصعب كثيرا. ثم إلى الأمام. الفرامل هكذا، ناقل السرعة إلى الخلف. الفرامل كدنا نلمس الحاجز هكذا. الفرامل إلى الوراء. ثم إلى الأمام. الفرامل إلى الخلف. هكذا سوف نصعد. نعم،
وصلنا إلى خط النهاية. شكرا لكم على متابعة الحلقة، لا تنسوا متابعة الحلقات القادمة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.